مدينه الرسان سوء الحاله الانسانيه في هذه المدينه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شو حكينا عن وضعك بالرسان؟ وضع معيشي سيء انا جدا للغايه. لعدم وجود الخبز والماء والمازوت، وحالة سيئة بشتوية عنا هون، وشتوية قاسية، ومتعودين هون على قص الأشجار والحطب. لا ظل لا أشجار ولا حطب. لا ظل لا أشجار ولا حطب، الحمد لله بفضل بشار الأسد. طيب هاي دار لك في الورانا؟ إي الحمد لله اللي ظل من دارنا. هذا اللي ظل من دارنا؟ هذا اللي ظل من دارنا. طيب وين بدك تسكن هاي السنة؟ نعم. وين بدك تسكن هاي السنة؟ بالخيمة وين نسكن؟ إي ما في محل تسكن. لا الحمد لله رب العالمين. هذا اللي خلانا يا سيادة الرئيس بشار الأسد. لي ورثنا اياه ولي اذا حب يخليه على ما هو. طيب جايين شتويه، شو محضر لشتويه هاي السنه؟ والله بدنا نشوف لنا شويه اكياس نايلو، احذيه قديمه مشان نشغلها بالصوب هاي الشتويه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب شو تحب تقول له لبشار الاسد؟ نحب نقول له انه انت زلمه مانك جيد، ونحن ان شاء الله جايينا باذن الله. ان شاء الله وما راح تطول الحاله عنا. يعطيك العافيه.